تكافئ يعني تقريبا في الشوط الاول. الشوط الثاني نظن دخلنا بنفس العزيمه واعطينا يعني حتى اوامر انه ناخذ بعض الجراه في الهجوم، لكن بعض الاخطاء يعني الفرديه اللي كانت نظن قتلتنا وقتلت المباراه. يعني صراحه الهدف الاول والثاني يعني تقريبا بوقت قصير اللي نظن قتل المباراه. صعب انك ترجع في مثل هذه الظروف، تعرفوا جيدا النقائص الموجوده من في الخط الهجومي. على كل حال قدرنا نعود في النتيجه 2-1، وبعدها دائما الاخطاء الفرديه. انا ملومش اللاعبين، نظن كانوا حابين اليوم امام جمهورهم يقدموا الشيء المطلوب، ولكن في الاخير هذه كره القدم واقعيه. نظن شباب القبائل الهدايا اللي اعطيناها لهم خاصه الهدف الثاني والثالث، نظن على انا ما نقولش على الاقل كنا نقدروا نخرجوا افضل بهذه النتيجه، لكن كره القدم لما اي فريق يستغل الاخطاء يقدر يخرج منتصر. احنا الشيء اللي نظن ينقص الفريق نوعا ما، ما نتحجوش بما كنا نتكلموا عليه سابقا، لكن نظن قدر الله ما شاء فعل اليوم. خساره ما لازمش تخلينا يعني ندخلوا نوع نقدر نقول الانهزاميه، يعني بالعقليه الانهزاميه نحاولوا نخدموا، ننتظر اي جديد يكون من ناحيه اللاعبين المغير المؤهلين ان شاء الله، ويبقى دائما رانا ناقص مباراه اليوم. صحيح فوق ارضيه ميداننا وافضليه الجمهور كانت لدينا اليوم، ولكن في الاخير لازم نظن مباراه خرجت لنا في شوط ثاني. يعني شوط اول نظن كان جد مقبول من طرفنا، وقفنا الند للند ضد شباب القبائل كما قلت سابقا. مباراه بست نقاط اليوم، ماشي ضيعنا الا ثلاث نقاط ولكن ضيعنا حتى الاسبقيه في الترتيب في الدوري، ولكن ان شاء الله علينا مراجعه كل هذا ان شاء الله في الايام القادمه والمباريات الجايه ان شاء الله. الله لو كنت في مكاني نظن تكون عندك الجواب، لانه انت تعلم جيدا نظن اعطيت وضحت الامر يعني وبسطته بشكل جيد جدا. الفريق الان يحتاج نظن يعني العمل اللي راحين نقوموا به خاصه بعد الانهزام. يعني كنا يعني هو اكثر منه تحفيز. صحيح انه محدوديه نظن الشواء، ما عنديش الخيارات، شفتوا البنك تاع اليوم ما عنديش المهاجمين. يعني اليوم حاولنا اجتهدنا نوعا ما، ولكن المأمورية صعبة ما نقولش، ولكن دائما احنا هنا مع مولودية وهران. صراحة انا تغيظني يعني كان مولودية وهران تنهزم فوق ارضية ميدان 3-1. نظن مولودية وهران لها تاريخها ولازم اللاعبين يفهموا هذا الشيء، ونحاولوا الاجتهاد موجود والعمل موجود، لعله مستقبلا نلقاو حلول. كما قلت ان شاء الله بتأهل اللاعبين عندنا بعض الحلول الهجومية نوعا ما، لكن اليوم جت يعني رغم أن نقول ولو كنا ثاني أحسن دفاع قبل الجولة هذه، ولكن الأخطاء اللي قمنا بها اليوم لا تغتفر يعني في هذا المستوى، وعندك فريق ناقص نوعا ما. نحن عارفين ما لازمش نقوموا بهذه الأخطاء، ولكن كما قلت علينا مراجعة الحسابات والعمل من ناحية الدفاعية أيضا. هجوميا الكل يعلم ما عنديش حلول كثيرة هجوميا، الكل ما قد ما نحكي لكم انتم عارفين هذا الشيء، ولكن نحاول نجتهد ان شاء الله بمساعدة الجميع ان شاء الله. نظن محتاجين انه نأمل نوعا ما ولو يكون بنسبة قليلة بالنسبة لهذو اللاعبين او لهذا الفريق. وانا قلت لك انا وقت في الندوات السابقة قلت ايماني كبير انه الفريق يقدر يدافع على الالوان فقط، ماشي نتكلموا على الفوز ولكن لازم يدافع على الوان الفريق الى اخر رمق ان شاء الله. دي الديبار من النهار بدينا احنا لازم احنا نتكلموا على لازم نخرجوا من المنطقه هذه من الاول شيء، ومن بين الامور اللي كانت واضحه مع الجميع وخاصه مع الناس والمحبين تاع الفريق انه الفريق يلعب على الاقل اليوم او الموسم هذا لو ماتيان نقدر نقولوا باريحيه والله بكل ما نقولوش بكل، ولكن هذه هي نظن الحقيقه موجوده اليوم. والله من قبل حتى من قبل تذكروا مع الثوره تكلمت على هذا الشيء، قلت لازم الفريق يخرج من هذه لازون يتسلق نوعا ما في دور الترتيب. على كل حال يجب مراجعه كل شيء، سي سور اون با دوتر اوبجيكتيف كو نخرجوا المولوديه من هذه الوضعيه، ما عندناش نكذب عليك
ما عندناش حتى احنا قال للميركاتو كش ما نزيدو نجيبو لاعبين ننتظر اولا تاهيل اللاعبين يعني مشكل يسبق الثاني فننتظر تاهيل اللاعبين ممكن اذا كانت هناك عناصر تقدر تفيد الفريق في المستقبل في الميركاتو لماذا لا نظن عندنا الوقت الكافي للعمل لا عندنا 15 يوم ضمن مباراه سيربي راح تكون مؤجله فنحاول نراجع حساباتنا امام اتحاد بسكرة على الجميع يعني نظن الجميع يجب تدارك الوضع لانه نزيف النقاط ما هو في صالحنا طبيعة الحال سواء من ناحية الترتيب او حتى من ناحية البسيكولوجية انت تدخل في دوامة بعد يعني صعب انك تخرج منها عندنا نوني دون دو بون كونديسيون ما نكذبش عليك عندنا يعني كونديسيون دو ترافاي تاعنا على مستوى نظن الشركة موفرت لنا كل شيء يعني ماشي بخلة على الفريق نظن كل المسؤولين اللي قائمين سواء من قارب ومن بعيد موفرين كل شيء للفريق ما نكذب عليك لا كل شيء متوفر تبقى الآن أنا قلت لك لا كاليتي دي جوار ولا كاليتي دي شوال اللي ما عنديش أنا أصلا تبقى هي المشكلة الأساسية نلقاو لها حل بطريقة أخرى إن شاء الله هذا ما شفتوا